هاي جايز، شو هتكون منيح وانتو عم تشوف فيديو اليوم. اليوم عنوان الفيديو ماذا يوجد داخل حقيبتي. شو رح نتعرف او رح نورجيكم يعني الساك تبعي. رح تعرفوا الساك اني رح تعرفوه دغري انت اول ما تشوفوه، لان انا ورجيتكم اياه بحلقة ذكريات سيدرا. ورجيتكم اياه الساك الازرق، رح تتنير فيه كتير عما رح نتعرف شو فيه بقلب ساك اجمالا. رح اشوف كتير اشياء حلوة، فما متأخر عليكم، بس حطوا لي لايك للفيديو، وكمان كل ما تشتركوا بقناة وتشوفوا فيديوهات الباقيين بس اضغط على زر الاحمر اللي تحت الفيديو اللي هو زر السبسكرايب او زر الاشتراك. واذا في اي فكرة لأي فيديو بعقلكم فيكم تكتبوا لي تحت عند الرماركات، محل ما بكتبوا تحت الرماركات يعني عند الفيديوهات تحت اخر الفيديوهات. تكتبوا اللي بدكم اياه تحت عند التعليق، اكتبوا اللي بدكم اياه، اي شيء اللي بدكم اياه، اي فيديو بيخطر على بالكم انا حملكم اياه. ما بقى اتاخر كثير، خلينا نبلش. جبنا الساك ليك هو هذا. هذا هو الساك اللي عدتني اياه في اكتراما، ذكرتو اذا حدا شاف الفيديو. يلا خلونا نفتح ونشوف. كتير تخين لانه كتير حاطه فيه غراض ما تسع كتير. شايفين هون؟ هلا يمكن ما تشوفوه منيح، هرجيكم. رح نبلش. عندي هون بارفان، شايفينه؟ هذا هو البارفان، رح يخلص تقريبا زمان معي. هذا هو البارفان، يعني كتير ريحته حلوة. هون أنا يعني أوقات مثلا بضيع حلقة أو بضيع برغة أو شي بخليه معي على طول علب. هدول العلب من هون رح نشوفها فيهم حلق، مثل ما يكون شايفين كل حلقة مع برغة مع تنتان. يعني اذا ضاع شيء شايفين عندي من كل الالوان ومن كل شيء. عندي لون، عندي شو اسمه حلا، بما انه جايتكم العلبتين هدول هن. وهلا معي مراية انا كمان، شايفين كرمال مثلا اذا انتزع شعري او مثلا انه صار كان في هواء وانتزع شعري ورايحين عند جارة او شي مبدأ ما يكون شعرتي مكركبين دغري بطلع بظبطهم. ومعي هيدي البطاقة هيدي كرمال بطاقة تأمين مثلا اذا صار معي اي حادث او شي او هيك. مثل ما بتشوفوا هون مكتوب هون ترابلوس المينا. المينا هيدي بس كرمال بتاع التأمين، عرفتوا كيف؟ كمان اذا مثلا صار معي اكسيدون او شي يعني دغري مجبورين يا دغري ياخذوني على المستشفى، هاي بتاع التأمين ضروري تكون معنا بالساك، ما بشيلها ابدا من الساك. ومعي كمان قصة اخر شي رح ورجيكم اياه. هو انا اوقات مثلا بحب حط حلق طويل، يعني حلق مش دغري يعني هيك صغير، بحب حط حلق كبير مشان هيك بخلي معي. انا هيدا اول نوع حلق كتير حلو، شايفينه؟ انا بحب خلي معي منه الفرد التاني تبعه. وهيدي الحلقة كمان، وهيدا طبعا يعني، وهيدا بس عندي كتير طوال، بس انا ما بحب خلي كتير بسكة، بس شوي هالفرد التانية
اوكي شن؟ بما انه شفنا كل شيء بقلب الساك، هيدا هو كل شيء كان بقلب الساك من بطاقة التأمين و او ماي جاد ومراية وبارفان وحلق طويل وكمان من حلق وعلب وهيك. بس وهيدا هو كان كل شيء بقلب ساكي من حلق ونور زيت كنيان. وهيدا كل شيء مثل ما شفتوا انتو معنا هيك، وهذا هو كل شيء. بتمنى يكون عجبكم الفيديو. وجايتكم اصحابي كل شيء كان في بقلب ساكي من بارفان وحلق وبطاقة وكل شيء ويعني. وبتمنى ان يكون عجبكم الفيديو تبع اليوم. ما تنسوا تحطوا لي لايك وكمان تشتركوا بقناتي في زر احمر تحت الفيديو، تضغطوا اللي هو زر الاشتراك او زر سبسكرايب عادي. وكمان يعني بتمنى ان يكون عجبكم الفيديو، وانا كتير 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 بحبكم. انا ساندرا بحبكم خيرات الله، وبشوفكم امتى؟ عبكرة بالفيديو الجاي. باي.